حنان طويل هذا هو الخلد عذابنا شنو ذي عاد ما ادري بس كثير شكله يساره حق الكويس عطى اوكي واضح دويلمي خطوات دويلمي شكلك يا سلام على ضمن رامنا خلد طيب زين هذه قفشة دويلمي يا جماعة شوفوها زرقاء وبيضاء السلام هذا المجرم ابو سامي طايح لنا في الجيش من ساعة شوف ما شاء الله في كل سمك هنا راونه فات والله صبر يقص عليكم كل عادة والله العظيم على ما يجيب نروح نشوف صيدنا هني زين انا يبين ربيبتين حلوين خلنا نجرب حاطي اعطاكم حركتنا صح شيء عود اكيد نشيطه يلا خلنا نشوف قبل اقط هذه اقل واحده يعني ان شاء الله ان شاء الله الحين طيب شيء زين حطينا هالبحر حركه شوي كذي هنا خلينا نشوف شنو جاش اي واحده اقعد طالنا ذي نقط القطعة الثانية ونجرب حظنا مع ان بعدنا عن الموقع اللي نعز فيه وصايد لكن نعطي شانس حق اكثر ما شاء الله اقعد هذا هي عاد شغل ما مسلغ عبد الوباء ها عبد الوباء هذه زاويه زينه ولا لا؟ اخي غربون فيني شدد يا جماعه ربيبتين الحمد لله من زمان ما شفناه وراهم مصطدل خلدوهم مصطدل يا 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 عدنا اللي فوق وقلنا يا ود العز ما شاء الله صوره صوره نرجع حق العز طبعا الاساس الرحله كانت لفاح وما صدنا الا دويلمي واحد الحمد لله لكن عن الملل قاعدين نعز وريش كنا ربيب لا اوكي كنا ربيب هذا هو الربيب تعال تعال لا فتشت لا والله والله هني ورد غيره ليش ذراكم ساعين مالي مالي انا قلت ان شاء الله بتجي الحين ايوه هذا هي كنه كنه ربيب كنه ربيب لا نجش صح ليوه فيها بوار فيها بوار شنو ذي دوين ميلا يقصه بسرعة وياه جاشة وهذي حجم منه البراكودة شو سوى في الخيط بس
خيط ما طلعت اشوح. صايد ما ندري شنو دويل ميكا العادل الله غالها حق القدام. روح والله شكله جش بس ما شاء الله عددهم زين. ايوه قد تساعدنا بس تبي الدوين زين. ايه حق البقسماط زين. لا ايه لا لا عيل عيل كمل كمل عشان توقف. مدارك ما شاء الله يكفل عنك ممكن في ترى نفسه. لا بس يعني اوكي طالعة تبنا عدل يلا بنرجع المكان اللي عزلنا فيه حق الربيب. لكن الجو حار يا جماعة شنو غيم موكا سبحانه تنا في برشل. يلا نعدل ونتابع الحين ان شاء الله بنلفح. واستخدم ذي القفشه من شركه يوزوري صراحه شكلها وايد حلو وكنا عنده هذين الحركه ان شاء الله تبين في الفيديو فيها نفس الاكوار داخل عشان الصوت. شلته والله شكله تغري السمكه. ها حركه السمكه حلوه اللي تخبطه يامنا بقطع عليه. جرب يا ولد السكان يا ولد السكان يا ولد السكان عطرس. صايد يا جماعة ما ندرى شنو صايد خلد. يا سلام ما بغينا على جه والله ما اريد الصراحة جاشة جاشة ذي والله شكله مو بجاشة. لا جاشة كشوفة صافة مو منقطة في نقطة سودة. شفت طلعت؟ صراحة ما أريد أحسن عليه. أتوقع هذه نهاية الصيد. خلونا نحطه في الثلاجة. الجيش في دوين مين صدنا باللفاح وربيبتين. يا جماعة لايك وسبسكرايب للقناة كما معكم عادل الجولي الخالد السامي وشكله صايد بعد قبل نسكر الفيديو. يا شاء الله شحذوذ بالعنشور هذا بتراسك سكين.